مشاهدينا الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو الخميس 28 من شهر أكتوبر تشرين الأول 2021، ومن سوق مواشي محافظة ديالة، وليس الصحيح ديالة، لأن إخواننا عتبة يقولون نريدها ديالة، يا بديالة ديالة خطأ، عيني الله يحفظكم. هذا سوق المواشي، إن شاء الله نتمنى لكم متابعة مفيدة ونافعة. أخوانا جايننا من بغداد وعراس، الله خير الله، ونستغل هذه المناسبة نقدم تعازينا إلى محافظتنا العزيزة باسم كادر القناة لأسر الضحايا، أسر الشهداء في قضاء المقدادية، هذا المصاب الجلل الذي أحاق بهذه المحافظة الآمنة العزيزة. وللجرحى نتمنى الشفاء العاجل بإذن الله، الصبر والسلوان لضحايا الشهداء للضحايا. مشاهدينا نلتقي بالشيخ علي آل شنبة التميمي أبو غادة. أبو غادة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة شلونك؟ الله، أهلا وسهلا أستاذ ماجد، الله يحفظك. اليوم شو لاحظت حركة السوق؟ يعني كأنما خفيفة، مو مثل كل مرة. شنو القضية شنو؟ والله هو أنت برأيك، يعني باعتبار أنت قديم بهالسوق. والله أستاذ ماجد احنا يعني أنا كنت اليوم متوقع أنه سوق خفيف. أكو عندك هيك شيء؟ ليش؟ أي هاي الأحداث اللي صارت اللي ارتكبها داعش وأعوان المجرمين بحق الأبرياء والمدنيين. نعم. وإحنا من خلال قناتك نستنكر هذا العمل الإرهابي الجبان اللي استهدف العوائل الأبرياء والقرى الآمنة في ديالة. وإحنا من خلال قناتك أريد أطمئن الناس والبيع شراية واللي يجون من باقي المحافظات أنه الوضع أمن وأمان. واحنا اذا بنتميم اذا نريد ننتقم، ننتقم من المجرمين فقط، من المجرمين، وحق هاي الناس الابرياء ودمائهم ما تروح هدر ان شاء الله بوجود قبيلة بنتميم الابطال. احنا ننتقم من المجرمين، واما باقي الناس الابرياء والبياع شراية وكل الناس اللي يجون اهلا وسهلا بدياله وبسوق دياله، كل دياله ترحب بهم، وان شاء الله هذه الاوضاع مسيطر عليها، وان شاء الله ماكو شيء، وان شاء الله الله سبحانه وتعالى يمكننا ان ننتقم من ذول المجرمين داعش واعوانهم. والحمد لله أطمئن الناس والبيع شراية باقي المحافظات، أخاف يسمعون تهويل بالإعلام. الحمد لله كل شو ماكو أمن وأمان، وإن شاء الله بجهود الخيرين والأبطال والقوات الأمنية إن شاء الله نلزمهم وننتقم منهم. وهذا سوقنا بعمل، والحمد لله اللي جينا معزز مكرم، إحنا نحميه، ديالة تحميه، أهل ديالة تحميه، بني تميم يحمونه. فأحب أطمئنهم مرة أخرى وأقول الحمد لله كل شو ما أكون وضع جدا أمان ومستقر مثل باقي الأيام طبيعي. ومن خلال قناتك أقول إن شاء الله ما نخليهم ينامون الليل الدواعش وأعوانهم وأمثالهم، بعون الله تعالى. ممنون جدا، الله يبارك فيك، الله يحفظك. الرحمة والغفران لشهدائنا والشفاء إن شاء الله العاجل لجرحانا، الله يحفظك، وإن شاء الله ديالة تبقى ديالة الأخوة، ديالة المحبة، ديالة الأمن والأمان إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله بوجود الخير. الله يبارك بيك، الله يحفظك، ممنون جدا، الله يبارك بيك. لا 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 لا
لا والله ما في وين تروح علي بيه وحده وراها واحد هاي اثنين وحده وراها واحد وحده وراها توم بني المقربات والعمله العامل عليه واحد وربع هاي اثنين هين كلهن كوم واحد وربع العمله عليهم المجموع خمسه والشراي هم يدلل النوب هذا سعره 300 هذا قبل كان ب 400 و 500 بس نعم هسه 300 وهم بي مجال مو اي بي مجال يعني خير ان شاء الله يعني عمر بربع يرهم يرهم فوق الربعين شوي فوق الربع حبيبي غالي هاي خمسة ونص خمسمية وخمسين ألف هاي نثاية وراها وصخ الله ما شاء الله العملة عليهن أربعة كيف شاء الله اثنين هن احطاط عليها حمرة وهاي الصفرة هاي شنو حبيبي هاي لجبة بيش اللجبة تحلب بطل وشوية تحلب بطل وشوية ايه هاي تحلب بطل وشوية زين بيش ام البطل وشوية 180 ها عامل عليها 180 180 العملة وبيها مجال مصلة يقول 140 هاني هاني ابن مسعود هذن الزوج مصلات 225 260 هذا وحده هذا وحده ونص هذا فحم هذا فحم ايه ها عمار هاي بيش هاي عامل عليها 120 وبيها مجال نفيه نفيه عامل عليها 120 ايه وبيها مجال قد من طين 90 90 85 خير ان شاء الله هاي بيش هاي اول بطين ايه اول بطين شو التراجع فيها خايفه اليوم 800 العمله عليها وبيها مجال وهذا حلال اخونا ابو حوراد دليمي جذاعات اثنين جذاع اثنين نثايه عمره 3 اشهر ذولهن 40 ما شاء الله بعدهن ما مستقرات بعدهن هذه عليها احطاط السعر مالتها سعر نفسيه سعرها 325 وابو ياسر جاي يفحص بيها شقد؟ شقد سعر؟ 325 325 شقد تسوى ابو ياسر؟ والله انا ما اقدر اشتري منه لان مو ثقه هو لا لا ثقه شلون مو ثقه؟ كنا بايتها ها؟ لا لا هذا شنو هذا؟ يوم اللي زبت عندنا صخره فوق العام هذا يشاق ابو ياسر طبعا يا ابو حضر امير للساحه الوطنيه شو اليوم متاخر عيوني؟ والله كانوا جماعه من الكوت وشويه متاخرين خير ان شاء الله خير ان شاء الله عمري عمري ايش قد عمرها؟ 3 اشهر وسعرها 160 خير ان شاء الله وبيها مجال بيها مجال نعم اي الله يحفظك هاي شنو كلهن في حله كلهن في حله وسعرهن بيش الزوج على 350 زوج عين ابو حوراء نرجع لابو حوراء عاسمين يعني ما ادري ايش اي اي طلع صورته هي على مود وصورته هو نجم الشاشه ابو حوراء ها عمره ابو حوراء سولف عيني حياكم الله الله يحفظك الله يوفقك وخير الان اي هني جذعات اثنين نعم عمره 3 اشهر خوات لو مو لا مو خوات مو خوات ايه. هن واضح مو خوات مبين جنس وهاي جنس نعم 40 الى ذا اي يعني ذن مستقبلهم 50ات 55 اي سعرهم 750 وبي مجال 750 وبي مجال زوجهن زوجهن نعم كل التوفيق الله يوفقك من حلالي هاي من حلالي الله يعزك ها شو اليوم جايب حشريات انت؟ حشريات شو يشتغل؟ عندنا في هذا ناخذ بيش هذني؟ يعني هاي 130 130؟ اي زين هي وبنتها؟ لا وحدها هاي وحدها؟ اي زين وهاي بربع بربع هي وبتها هي وبتها بربع زين وبيهن مجال بيهن مجال نعم بس هاي وعلى فهد هاي بيش هاي؟ هي هي وبنها مليون ونص بس ابو حسين هذه صخلتك مظلفه تظلف ها ادري ايش عجب هيك ليش وين مخلينها هاي يابا مخلينها بقطعه بها كسر بس ابو حسين عمري بس اللي احنا اللي يجي اللي يجني حلال لا لازم يطلع من خطيته انت اي مو ادري ذابينها شو اسمه بقطعه كلها طابوق مشوف دبابه باوع باوع رجليها شلون هو سجلتها تركض ركض منها بس انت توقفت نعم والله بس قصه
هذا طلق صابة السعر مالته من 600 إلى 700 الزوج، يعني محصور بهالأرقام. هذا كله مشاهدينا سوق الماعز. هاي الزوج على 3.5 وبي مجال. يا با هاي هي وتومها، هي وتومها بثلاثة ونص، هاي وبيها مجال؟ لا والله نهايتها، نهايتها 3.25 225 الزوج 400 ابو العصيم، هذه ب 500 العظام شاف الظام، هاي العمله عليها ب 400 ومدفوع به هذا 350 الف. طيب ايش الحله؟ الفحل عامل عليه ب 3.5 3.5 قد موصل؟ موصل ب 250 250. ذاك لا ورجينا، ورجينا ايش قد؟ والله عامل عليه ب 300 300، موصل 225 225، موصله فايدها هاي 175 عشرة، مو عليها عشرة ماخذ. ميتين وخمسة وسبعين رايد. زوج بيش هذني؟ العملة عليها 300 وبيها مجال. بيها مجال. هواي مجال. خير إن شاء الله. 200 زوج نبيع. ها؟ 200 زوج نبيع. أي على 100 100. خير إن شاء الله. والله شو سوي؟ أكل ماكو. ليش الزوج تعاملون عليها؟ زوج عامل عليها ب 325 زوج 325 وبيها مجال. وبيها مجال. هذا كله سوق غنم، غنم القصابة 3.5. هاي كلها دج نفاية 3.5، العملة عليها 3.5. بيش ذني؟ نعامل عليه بخمسة ونص اثنينها. ايه ده يوصل 500 للعشرة. نتيا وفحل؟ ايه بخمسة نبيع. نتيا وفحل. هذا ذني؟ هذا نعامل عليهم باربعة. حلة لو نثاية؟ لا نثاية. فطايم ذن اثنين هن. ماجد وبيها مجال. العملة عليهم باربعة وبيهن مجال. زوجي. هاي العملة عليها 600 مصلات 5.5. هذا الفحل العواسي خشن. بعد طلع. غلي بعد. 4.5. العملة 650 ألف ومصل 450. ماجد ذني وراجين عملة عليهن؟ عملة بخمسة وربع. خمسة وربع. خمسة وربع عملة عليهن. مصلات 350 وراجين كله ورجين. والفحل؟ الفحل هذا نعامل باربعة ونص. أربعة ونص. وصل ثلاثة وربع. ثلاثة وربع. هذا كله سوق الطلي. باربعة ونص. ثلاثة كرة. طلي عراقي. العملة عليه باربعة ونص. أربعة ونص. شو مصلات؟ والله ما حد ما حد عامل بعد لحد الآن ما حد ماكو عملة عليها. خير إن شاء الله. عيني الله يوفقك. بثلاثة ونص اثنين فطايم. ثلاثة ونص اثنين فطايم. إيه. بس شوية ضعاف مو؟ إيه. ضعاف. فطانيات. هذا العملة عليه هرفي. العملة عليه 150. خير وبيه مجال. مصطفى شنو ما صورك؟ مو دا صورك؟ شنو تقول صورتني وكل الخرنابات درت بيه؟
لا شلون كلي انت شو مسوي ادري انت قابل بايق شو مسوي خلي تدري خرنابات سلمنا على هالخرنابات الله يسلمك بس اسالك سؤال انت من خرنابات ليش سموها خرنابات يلا احكي ها خرنابات اي مني ليش سموها خرنابات لان قريه لان قريه سموها خرنابات عمي لا 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 يا هذا باوع تروح اليوم تسال حتى تبقى المعلومه عندك واسبوع الجاي تجيب لي الجواب انا اعرف جوابها انا اعرف جوابها بس اريدك انت تبحث حبيبي عين ابو يوسف صباح الخير السلام عليكم شلونك الله يسلمك يوفقك انا جاي اصور الحلال ومدري ايش قلت لي اصور والله العامل على الحلال واحنا متابعينك ونشوف على السوق مالك وعلى التصوير وين مكانك أبو جسرة أبو جسرة أبو جسرة أي مغدادية أبو جسرة على رأسي الله الله يسلم راسك كل الهلا هذا طلي كنعان الزوج العملة عليه 500,000 هاي طلي كنعان تأمن كنعان مو تحتوي جاوب خوش طلي هذا طلي كنعان مشهور طلي خوش طلي حلال كل عشار شرط العشار هاي حمدانية العملة عليهن 650,000 وبيهن مجال ها هاي العملة 450 عشر 450 الزوج هاي كلها محاطيط العملة عليهن 750 وبيهن مجال هاي كلها حلال ماخذ الفحل والعملة عليه ايش قد 650,000 هاي نعجة ورجينة خشنة ماخذ شهرين عليها شهر من قول راعيها شهرين والعملة عليها ايش قد ربع 270 ام مصلة ربع هذه على شكل وجهها يسمونها الشقرة لان وجهها احمر شقرة انا عراقية طبعا خشنة ما شاء الله هاي المقفل وراها الفحل فحل هذا مو فحل عرشيلي هذا الفحل عرشيلي والعملة عليها 350,000 اما هذا 325 لا ينهزم لا ما ينهزم انت شو اسمك انا اسمي كنوش كنوش ايه جوبه جوبه اي هذا بيش هذا 250 عارضينه انتم عارضينه وصل 175 الله دير بالك لا ينهزم خير ان شاء الله يلا هاي هاي وعده عليله ابو احمد نصين يا ابو علي صباح الخير صباحك الله بخير والعافيه استاذ ماجد الله يبارك فيك عيوني استاذ ماجد على راسي على راس استاذ ماجد قلت عندي سؤال للمشاهدين استاذ ماجد تفضل الميت ليش ينسال باسم امه الميت ينسال باسم امه قصدك يصيحونه باسم بس امه ينادون باسم امه ينادون باسم امه إيه هذا يوم القيامه يوم القيامه لا بيوم الله سبحان الله بالحساب في بعد القبور عفوا استغفر يوم الحساب ينسب باسم امه شنو السبب تعال فلان ابن فلان ابن فلان ما يقول ابن فلان لا فلان ابن فلان شنو السبب ان شاء الله ان شاء الله راح تشوف الجواب من المتابعين انت ايضا تابعنا اياهم والتعليقات على راس السد ماجد عين ابو علي علم ابو حسن اليوم ماكو والله ابو حسن اليوم شوي عندنا شغله وماجي اليوم خير ان شاء الله عيني عيني سيد ماجد سلمنا عليه عليكم السلام استاذ ماجد الله يحفظك